كيف يمكن قراءة هذا المشهد بالتزامن مع صفقة حماس وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ اليوم؟ يعني الشارع الأردني كما تعلم هو ليس بعيدا عن الشارع الفلسطيني بشقيه، سواء في الضفة أو في غزة. يعني أقرب شارع لما يجري في الداخل الفلسطيني هو الشارع الأردني بحكم التشابك الديمغرافي التاريخي والتشابك الجغرافي أيضا، فهو أمر طبيعي. هذا أيضا انعكس بسبب هذه الحقيقة الموضوعية التي لا يمكن تغييرها، انعكس على الموقف الرسمي الأردني الذي يعني جاء إلى حد كبير متطابقا مع موقف الشارع في ضرورة وقف الحرب الإبادة هذه، وأيضا إدخال المساعدات وإنهاء هذا العدوان المستمر اليوم بجوز 48 أو 49 يوم. وأيضا يجب أن يكون هناك يعني وقف دائم لهذه الحرب لكي يستعيد قطاع غزة أنفاسه. فما يجري في شوارع المملكة سواء في عمان أو في غيرها من المحافظات هو تعبير طبيعي حقيقة عن حالة من التطابق، يعني إلى حد كبير استثنائية، بين الموقف الرسمي وموقف الشارع الأردني. هل يمكن أن تتحقق صفقة شاملة سيد رجاء طلب بناء على ما نتابعه اليوم في قطاع غزة ونجاح لهذه الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة 4 أيام؟ يعني إذا حسنت النوايا، وأنا أستبعد أن الجانب الإسرائيلي يكون حسن النية، إذا حسنت النوايا ونجحت هذه الأيام الأربعة، يعني قد يكون هذا مؤشر لإمكانية أن يكون هناك يعني صفقة لإدامة وقف الحرب. لكن كما تعلم أخي العزيز الجانب الإسرائيلي يتربص، وكما يقول القرآن يعني هم يمكرون دائما، وبالتالي يحاولون أن ينفذوا بالدرجة الأولى الشارع. يعني أهداف هذه الصفقة لدى الجانب الإسرائيلي مختلفة تماما عن أهدافها لدى جانب المقاومة. لدى الجانب الإسرائيلي هناك رغبة من أجل تنفيس الاحتقان في الشارع ضد هذه الحكومة التي حملت ما جرى من 7 أكتوبر إلى اليوم بكل تداعيات الحرب على إسرائيل وعلى الجماهير الإسرائيلية، وبالتالي التنفيس ومحاولة احتواء غضب الشارع هو الهدف الأساسي. ولكن بالنسبة للمقاومة، أنت تعلم أن يعني المقاومة بالأساس موضوع الأسرى لم يكن غائبا ولا في يوم من الأيام عن الأجندة، هو على رأس الأجندة الفلسطينية بشكل عام والمقاومة بكل تأكيد. بشكل خاص.